حاضر حاضر يا ماما. طب ما ادهم واحمد معايا الاتنين. حاضر يا ماما حاضر. خلاص وما صدقتي وافق. يلا طيب ماشي، احنا كده كده اصلا جاهزين من بدري، احنا مستنيينك. يا رب. انا خايف عليها دلوقتي. ليه؟ اخاف يحصل لها حاجه وهم مش هياخدوا بالهم منها. ما انت عارف المصايب اللي بتحصل لهم. يا لهوي يا نانسي يا حبيبتي، تصدقوا البحر بيفكرني بذكريات المره اللي فاتت واوليفر وصايا وكل الحاجات اللي حصلت. لحظه لحظه، انا عارفهم دول، مش دول اصحاب صايا؟ جاي انت اخ ممل. ايه الاخ ده؟ مش عارف والله. يا ربي هتفضل مكتئبة 20,000 ساعة عشان خرجنا وانا كويسة وما فيهاش اي حاجة. اوكي جوليا. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. At first sight, I felt energy as a race. I saw life inside you. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. يا ماما بس. يوه انا مع احمد على فكره. طيب طيب مفيش امل خالص يا ماما. خلاص حاضر حاضر يا ماما. طب ما ادهم واحمد معايا الاتنين. حاضر يا ماما حاضر حاضر. سلام. نورهان انتي كويسه؟ لا يعني ما اعرفش بقى اعمل ايه دلوقتي. ايه ماما عايزاني ارجع مصر دلوقتي؟ ده انا لسه قلت لها لسه الفسحه ما بداتش. طيب قلت لها لسه حتى ما روحناش للبحر، قاعدين محبوسين في البيت. هو احنا ايه اللي حبسنا يا ادهم؟ ما اعرفش. اهدي بس. طب قولي لمامتك هتكلمها ولا اقول لها؟ لا قلت لها ان انت معايا وان مع انك انت مالكش لازمه، يعني دي نكره ودي نكره. وقلت لها كمان احمد معايا وما سمعتش كلامي. بتقولي لازم اروح. يا ماما مش عايزه اروح. لا تقولي لازم تروحي. يا ربي. ويا طب ليه مش هي في المستشفى؟ طيب ما هي في المستشفى عايزاني اعمل لها ايه؟ طيب كل شويه تروح المستشفى. والله انا صعبان عليا. قلت لها تيجي هي معانا، قالت لي لا عشان الدكتوره ابقى متابعه معانا. قلت لها يا ماما دكاتره تايلاند هتبقى احسن يا ماما، قالت لي لا عشان اخاف يحصل لي حاجه. بتفول على نفسها كتير قوي بعد الشر عنها. ربنا يديها طول العمر. انا ما اعرفش مالها ماما دي بجد. لا ما اسكتي يا ادهم ما تعصبنيش عشان انا متعصبه دلوقتي. اقول لها ايه؟ انا مش عايزه ارجع بس مش عايزه اكسفها. مش هقول لها لا طبعا. اوف. طب ما تقولي لاحمد يقول لها. لا احمد هيقول لي روحي وهو اصلا مش طايقني. لا طبعا ده بيحبك بس هو بيستهبل. ولا بيطيقني. والله بيحبك ده وعند انت اخته بس هو بيستهبل، يعني بيحب يمثل شويه ما انت عارفه برضه. ايه يا جماعه صوتكم عالي ليه؟ عندكم مشاكل هنا ولا انا ما اتدخلش؟ لا يا ريت تتدخلي والله عشان انا بجد محتاج حد يتدخل ضروري. ايه اللي حصل؟ تعالي يا سالي تعالي. انتوا ليه لابسين زي بعض؟ ايه ده ليه لابسين زي بعض؟ ما اعرفش انا لسه واخده بالي اصلا دلوقتي ان احنا لابسين زي بعض. ما شاء الله. طيب كملوا. تعالي يا سالي تعالي. اشكي لمين يا سالي؟ انا موجوده اهو. اتفضلي يلا اتفضلي. انا دكتوره نفسيه. لا بقولك ايه، احنا عندنا دكتوره نفسيه بجد بجد. يا اسمها ايه؟ يا روز. لا 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 انت هتفضحيني اكتر ما انا مفتوحه ولا ايه؟ عادي عادي اسمعي عادي. هم اتصلت بيا وعايزين اروح. تروحي منين معلش؟ اروح من تايلاند. ليه معلش؟ عشان ما اعرفش ايه وعشان هي قلقانة عليا وعشان انا ما اعرفش لوحدي هنا اهو ما اعرفش ايه وعشان خايفه يحصل لي حاجه. قلت لها معايا شحتين اسمهم واحد احمد والتاني ادهم. برضو مش مقتنعه. تقولي لازم ترجعي عشان انا قلقانة عليك يا بنتي وما اعرفش ايه. خلاص قولي لها يا ماما ما تخافيش احنا كلنا سوا وكده. يا بنتي ده لسه الفسح ما بدأتش حتى. يا ربي.
طب اصلا مش هينفع تروحي دلوقتي، انا عارفه اقول لماما. هاتي انا اقول لها لا اوعي اوعي تتصلي بيها تكسفيها، دي تعبانه حرام عليكي لا لا لا، هيبقى عقوق للوالدين كده، حرام عليكي. عقوق للوالدين؟ انا ما هي هي كانت مش موافقه مثلا ان انت ما تسافريش؟ لا طبعا، ايه ده هسافر من وراها يعني؟ كانت موافقه طبعا. امال ايه طبعا؟ ما تتريقيش عليا. طيب مش هتريق عليكي، امال ايه طبعا؟ علشان هي مش عايزه، قالت لي مثلا اقعدي اسبوع، حتى اسبوع من غير ما ننزل البحر. وايه العيله النحسه دي؟ مش راضيين ننزل البحر ليه؟ هو انت همك البحر؟ البحر بس، على الاقل كنا نزلنا البحر. ما اعرفش صحيح، هو احنا ما نزلناش البحر ليه؟ ما تبصوليش، هو انت بتبصولي ليه؟ انا ما اعرفش، انا جايه معاكم كده تحصيل حاصل يعني، لو كنت قعدت في البيت كان احسن لي والله. انا جيت اتبهدلت واتمرمطت ومتمسح بكرامه الارض، انا ما اعرفش ايه اللي جابني اصلا. عيله تحفه. مش شكرا يا ادهم، ليلتك مش فايته. لا انا بحبك. حلي عني دلوقتي. هاي يا سيلي حبيبتي، حلي المشكله حبيبتي. تقدري تكلمي روز دكتورتك النفسيه عشان انا خلقي ضيق، انا اصلا خلقي في مناخيري، انا مش ناقص حد احللك مشاكلك ليه. ها احللك مشاكلك ليه؟ شوف ندله ازاي مشيت. انت هتمشي انت كمان ولا ايه؟ لا انا قاعد اهو. اسمعني، سامعك والله، عندي ودنين. ماشي، ما تتكلمش خالص لغايه اما انا اتكلم، لغايه اما اخلص خالص 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 برطمه. ما تنطقش بس. هو ايه بس؟ ربنا خلق لك كام ودن؟ ودنين وكام لسان؟ لسان واحد. خلاص يبقى لسانك جوه بقك وتسمع بودناك الاثنين. حاضر. شفتي يا ادهم ماما بتعمل ايه؟ انا قلت لك ما تتكلمش. يلا يا احمد، بص كلهم مستنيني ازاي. لا يا نانسي معلش معلش، انا مش عايزك تنزلي غير لما ننزل مع بعض كلنا. انت ليش عايز تنزلي معايا للدرجات دي؟ هما بقوا احسن مني يعني ولا ايه؟ لا طبعا، مين يجي يتقارن فيك؟ حكايه مش حكايه، احسن مين احسن من مين؟ الحكايه حكايه ان هما كلهم نازلين، انا هقعد في البيت ليه؟ بعدين احنا مش ناويين ننزل كده. لا لا وعد، هننزل قريب جدا. لا 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 ما تضحكش عليا. لا 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 مش بضحك عليك يا احمد بقى، يا احمد بقى. لا احمد بعدين، انت كذاب قوي. انت النهارده قلت لشريف ان انت هتاخد ارسر ومصممه الديكور دي وتروحوا تعملوا قاعه الفرح بتاعتهم بتاعت شريف وليسا، صح؟ يبقى انا اقعد في البيت وانت تخرج لوحدك، يرضيك؟ انا مبقاش متساويين؟ لا لازم نبقى متساويين. ما تخلص يا احمد، يلا هاتهم اينا بقى، انت ايه ده؟ يلا يلا احنا عايزين ناخدها معانا، ممكن عن اذنك؟ استني يا نانسي، استني يا احمد. لا لا يا بعيد قوي بصراحه عن بعض. انا هيجي لي شلل، ربنا يستر، واكمل معاهم لغايه اخري عشان انا بطاريتي خلاص جالها مراره. تقول ايه انت؟ ما اعرفش. او قعدت على خشبه. طيب نرجع لموضوعنا. لا يا نانسي لا لا يا جماعه، بطلوا هبل بقى. اوكي نانسي، بجد بجد موضوع بعيد عن الهزار، انت ليه عايز تخرجي معانا؟ عشان احنا ما خرجناش البحر خالص، واحنا جايين تايلاند اللي فيها بحر عشان نخرج للبحر، وده يهمني في ايه؟ انا المفروض ننزل مع بعض، صح؟ صح. وانتوا عيله مش هتنزل دلوقتي، انا عارفاكم. امال هننزل امتى؟ الناس بتيجي اصلا من بره على السفر على البحر، دي بتنزل البحر من اول يوم. النهارده كان اليوم 80 واحنا لسه ما نزلناش البحر، فدي موضوع تاني مش عايزين نتكلم فيه. انما بقى ان انت تمنعني النهارده ان انا انزل معاهم كمان اول ما هم يقرروا ان هم ينزلوا، لا حرام عليك. انا بتضايق ان انت هتنزلي لوحدك. وين لوحدي ده؟ ما انا معايا اربعه هم. خلاص باي باي. يلا يلا خلاص، وما صدقتي وافق. يلا طيب ماشي، احنا كده كده اصلا جاهزين من بدري، احنا مستنيينك اصلا. طب معلش انا اسف، اعمل ايه؟ طيب ما تكونوا شايفين. يلا يا حبيبتي. يا رب، انا خايف عليها دلوقتي. ليه؟ اخاف يحصل لها حاجه وهم مش هياخدوا بالهم منها. ما انت عارف المصايب اللي بتحصل لهم. يا لهوي يا نانسي يا حبيبتي. طب امشي وراها ولا هتفتكرني براقبها؟ انا مش براقبها. امال انت ايه دلوقتي؟ انا خايف عليها. لا بتراقبها ومش واثق فيها يا نانسي. لا 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 ولا 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 اهدى، صلي على النبي كده. اقعد خلاص مش رايحه حته.
الله الله بجد، واو الجو على البحر يجنن. ان ليه ما كناش موجودين هنا من زمان؟ مش عارفه ايه اللي خلانا ما نجيش للبحر من اول ما تصدقوا البحر بيفكرني بذكريات المره اللي فاتت، واوليفر وصايا وكل الحاجات اللي حصلت، وولاده حنين، وكمان مين اللي حصل تاني، ولارا. يا ده احنا ده الحمد لله المره دي ايه، حاسه انها لو جت على وقوع الطياره بس يبقى خير ان شاء الله، ما نفولش بس ما نفولش. يا روحة نفسيه قوي بجد. ما عملناش سيبنا ننزل بالمايوهات ليه؟ يا خساره مايه جميله، كان نفسي انزل. المره الجايه بقى، المره الجايه الله لازم نيجي هنا كتير يا جماعه بجد، انتوا بتستهبلوا. لحظه انا عارفهم دول، مش دول اصحاب سايا، انا لازم اقولها، ده هي بتحبهم قوي. تهيالوا انتوا سايا واوليفر وبابا وماما يتانوا. ايه ده، لا مش للدرجات دي يعني، حتى لو حصلت يا ستي هنفضي ما بينهم، مش هيحصل حاجه، ما تخافوش، مش دي هتبقى اقوى مصيبه ممكن تحصل يعني. صح يا رب، بس انا خايفه بجد، الايام الحلوه دي ان شاء الله ماما هتعدي على خير، بطلوا تنقوا فيها. انتوا في ايه، اتعودتوا على المصايب لدرجه ان انتوا الهدوء يومين ثلاثه؟ احنا بقالنا بس يومين ثلاثه، ها مش متعودين ان في هدوء لمده يومين ثلاثه؟ ايه ده، ما تنقوش، انت اللي بداتي بالنقع على فكره، مش انا، لا انت. جماعه اسكتوا، ايه انسجموا مع هواء البحر. تصدق ان النهارده من اكتر الايام الحر، احسن ان انا سبت ايمي تنزل في البحر، والله كان زمانها قاعده مكبوته في البيت وهتتخانقي معايا ان انت نزلت وما اعرفش ايه ورحت تهويت، الدنيا كانت حر قوي في البيت. الحمد لله ان احنا طلعنا، الحمد لله. مساكين بقى اللي في البيت دول، خليهم سايحين كده بس برضو يعني الجو ده محتاج ايس كريم يا استاذ محمد، يا الاخ الكبير، يا اللي المفروض تعزم الاخ الوسطاني. بس اسكت، الاخ الوسطاني ده ملوش 60 لازمه في البيت. خير خير، الله عليك يا حبيبي، روح هات فلوس من الاي تي ام. حاضر. اما نسال الايس كريم بكام؟ الناس في تايلاند هنا شكلهم غريب قوي، فجاه تلاقي واحد ابيض، وفجاه تلاقي ناس سمراء، وفجاه تلاقي ناس ما اعرفش منها ايه، وما فيش اتنين نفس اللون، ولا كلهم سياح؟ معقوله؟ بس مش معقوله كده يعني. جيت الايس كريم ب10، جبت كام؟ جبت 20. سبحان الله، شفت انا قلبي على فكره في حاجه من جوه. ماشي، كنت ناوي اعزمك على سوسيس او هوت دوج بقى، بس خلاص حظك وحش، انت جبت ايس كريم بس، اختار ايس كريم بتاعتك. ناخد الاخضر، ناخد بالفراوله، حد ياخد ايس كريم بالليمون ده ولا ايه؟ انا عارف بالليمون بقى مش بالليمون، معلش طمع. تعال تعال نقف عند البحر كده، تعال جاي. انت اخ ممل، ايه الاخ ده؟ مش عارف والله. مش عايزه اروح يا ادم، انا ما اتفسحتش، ما لحقتش يا ادم. معلش معلش، تسلي بامك، انا مالي، انت ده وجعتي دماغي. فسحني فسحني عشان اخد كل من تايلاند كل قوتي عشان اخلص، هدعك نفسي في تايلاند اليومين الجايين لغايه ما اقنع ماما. اهدي طيب، ما تجننيش وراكي. اهلا، رايحين فين؟ ماما عايزه انا امشي. اكلمي احمد. طيب ايه احمد؟ يا احمد، عندها احمد انت كمان، ايه اللي عندها احمد؟ دخلتنا عندها احمد في الشارع، خليت منظرك مسخره. مش عايزه اقول لاحمد، هيطردني. معلش يا جماعه، يا عندها اكتئاب. معلش، امشي امشي امشي، احنا ما نعرفكوش، ها ولا انا اعرفكم ولا انتوا تعرفونا. كنت اشتري لك حاجه حلوه واسكتي. اشتري ايه؟ ادم انا عايزه من ده، اشتري، وعايزه من ده كمان، اشتري، وعايزه ميه اشربي، عايزه عصير برتقال، بس امسكي انت عشان انا ما عنديش ايد رابعة الحمد لله. ايه عايزه ايه؟ عايزه البرنيطه دي، شكلها حلو قوي. ماشي، خد انت الكاب ده، وانت خد النضاره دي، وانا اخد النضاره دي، ولا العكس، وريني كده، وريني كده، النضاره لزقت في وشي. لا لا لا، خلينا المنظر الاول كان احسن. عايزه مايو، عايزه مايو، ينفع اشتري مايو ده؟ تنزلي بالمايو ده؟ اشتري، بس مش هتنزلي بيه، امال هعمل بيه ايه؟ تشتريه كده يعني، تعلقيه في الدولاب. شكرا، مش هشتري، خلاص خلاص، نروح نشتري مايوهات عدله. ايه المايو اللي انت جايباه ده؟
الله، ممكن اشتري الماز وجواهر ومعرفش ده ايه، كهرمان ده ما نسيت اسمه، خدته في المدرسة مرة بس نسيت اسمه، وده ينفع تشتري لي كاميرا؟ ينفع نتدلع؟ تدلع اكتر من كده، ده انت دلعتيني حتى انا. اشيل فين طيب؟ احطه معاك اشيل. لو سمحتي يا طنط، 1 2 3 4 5 لا الخريف بتاعي. معلش، شي واز اكتئاب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش تعلم انجليزي؟ خلاص هشتري دول، ادفع بقى. طب المية طيب. يا لهوي عليكي، يا لهوي عليكي، امسكي. وضح حساب. ايه اللي انت بتقوله ده؟ تصدق دلوقتي ان انا اقتنعت ان ادهم ونورهان لايقين على بعض؟ الاتنين مجانين والاتنين يستاهلوا جنان بعض والله. ايوه بالظبط، زي ما ايمي بتستاهلك يا عصبي وهي عصبيه، وانتوا الاتنين مجانين برضو. خير، زي ما سوريا تستاهلك انت بارد وهي عصبيه، فعملتوا طقم مع بعض حلو. خير يعني قصدك ايه يا روز؟ الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ ده المطعم جميل على فكره. لا الاكل عاجبني، بس انا الواحد كان نفسه يبقى عنده اطفال، او حتى ام واب. يا روز انا عارف ان انت كل شويه بتفكري في نفس الموضوع ده. على فكره انا زيك بالظبط، يعني بالظبط. ما انا عارفه ان انت زي وانت وحيد في برضو تايلاند، واهلك مش موجودين وما عندكش اطفال، بس انا مش بتزهق مني؟ مش بتزهق ان احنا مش بتحس ان احنا مملين؟ بالعكس انا حاسه ان انت احسن واحده في الدنيا كلها. مش عارفه انا متضايقه. ما تتضايقيش، ما تفكريش في الموضوع ده. هو انتي على طول بتفكري في الموضوع ده ليه؟ انا ما بلحقش اهديكي عنه. يا ربي هتفضل مكتئبه 20,000 ساعة عشان خرجنا شافت طفلين ثلاثة. روزي حبيبتي، نروح يا قلبي؟ لا ناكل الاول بعدين نروح. طب كلي، انا شبعت. يا نهار ازرق، ده انا هشوف يوم ازرق النهارده. كلي يا حبيبتي، مش قادره، شبعت. كلي يا قلبي، مش عايز، انا عايزه اروح. نروح؟ لا كل انت الاول، انا هدخل الحمام. لا مفيش دخول الحمام عشان اعرف ان انت هتروحي تعيطي. يا ادم بطلت النعني. لا اله الا الله. جوليا انت كويسه؟ ايوه انا كويسه. يا دي النيله، قلنا ناخدك نوديكي مستشفى من امبارح، انت شكلك تعبانه. لا انا كويسه. هو ايه يا جوليا انت ما تعنديش؟ انت شكلك تعبانه خلاص، كل البلد لاحظت ان انت تعبانه. بس انا مش تعبانه. يا حبيبتي يا سلام، انا سالت لهم بقى يا كمان انت تعبانه كده، وقعدت تقول لي اول امبارح انها تعبانه كده، ما كانتش قالت تنزل ولا لابسه ايه وايه وايه وايه، وقالت لي ما اقولكوش. وانا كنت قلت لكم دلوقتي قدامها. بس انا مش تعبانه فعلا. لا انت تعبانه فعلا، ولازم نروح المستشفى دلوقتي عشان انت تعبك بيزيد. انا مش هروح في حته. وانا كويسه وما فيهاش اي حاجه. اوكي جوليا، يا دي النيله، قلنا